ان شاء الله النهارده هنتكلم عن موبايل من شركة شاومي، موبايل ناس كتير جدا بتسأل عليه، وموبايل من اكتر الموبايلات مبيعا بالنسبة لشاومي، وهو ريدمي نوت 12. هنتكلم في الفيديو ده عن كل حاجة عن الموبايل، عن كل تفصيلة صغيرة، عن ادق التفاصيل في الموبايل. مش هتخرج من الفيديو ده الا وانت عارف كل حاجة عن الموبايل، مميزاته وعيوبه وسعره وحتى مكونات العلبة بتاعته هتعرف. يلا بينا نبدأ الفيديو. الموبايل جاي عندي هنا كتصميم من البلاستيك، وجاي مقاوم للماء والغبار الخفيف بشهادة IP53، يعني مجرد لرذاذ المية مش اكتر. اما وزن الموبايل عندي ف188 جرام. الموبايل عندي بينزل بثلاث الوان، هو الاسود والازرق والاخضر. الموبايل عندي نازل بنسختين، الاربعة 128 والستة 128، وتقدر تركب فيه كارت ميموري، ولكن للاسف مكان الشريحة التانية. فالشاشة هنا من نوع سوبر اموليد، الكاميرا جاية على شكل الثقب في المنتصف، والمساحة بتاعتها 667 من 100 بوصة، وجاية بجودة فول اتش دي. الدقة بتاعتها 2400 في 1080 بكسل، معدل بكسلات 395 بكسل لكل بوصة، وكثافة بكسلات 395 بكسل لكل بوصة. والشاشة عند التردد بتاعها 120 هرتز، وجاي عليها طبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس الجيل الثالث. وشدة الإضاءة بتاعت الشاشة دي 1200 شمعة. الشاشة هنا كويسة مفيش أي كلام عليها. أما بالنسبة للمعالج اللي جاي في الموبايل ده، فهو سناب دراجون 4 جين 1، جاي بتكنولوجيا 6 نانومتر مع معالج رسومي أدرينو 619. برضو المعالج هنا كويس بالنسبة للفئة السعرية دي، برضو مفيش أي كلام عليه، وده يعتبر تحسين عن المعالج اللي فات في الريدمي نوت 11. لو هنتكلم على الكاميرات، فالكاميرا الأمامية عندي هنا 13 ميجا بكسل، فتحة عدسة f2.5، وبتدعم ال HDR وبتصور فيديوهات لحد 1080 مكس. أما الكاميرات الخلفية فهي جايه 3 كاميرات، الاساسيه منهم 48 ميجا بكسل فتحه عدسه f1.8، ودي الكاميرا الاساسيه. اما الكاميرا الثانيه فجايه 8 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.2، ودي الخاصه بالتصوير الواسع. اما الثالثه فهي 2 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.4، ودي الكاميرا الخاصه بالماكرو. عندي هتلاقي هنا فلاش، والكاميرات بتدعم ال HDR والبانوراما، وبتصور فيديوهات لحد 1080 بكسل. الكاميرات هنا نوعا ما ادائها معقول بس مش الافضل. عندي هنا الموبايل فيه مايك عازل للضوضاء، فيه بصمه جايه على زرار الباور، في فيس انلوك. عندي الموبايل فيه الاي ار، مدخل ال 3.5 مللي بتاع السماعات، وعندي معظم المستشعرات هنا موجوده في الموبايل. لو هنتكلم بقى عن البطاريه، فالبطاريه هنا جايه 5000 مللي امبير مع شحن 33 واط، والبطاريه دي بتشحن من 0 ل 50% في 22 دقيقه بس. البطاريه هنا كويسه مفيش اي كلام عليها. نظام التشغيل عندي اندرويد 12 مع واجهه شاومي ميو اي 13، وللاسف دي مش احدث حاجه، الاندرويد فيه منه دلوقتي 13، وواجهه شاومي فيه الميو اي 14. لو هنيجي نتكلم على سعر الجهاز، فاقل نسخه اللي هي ال 128 و4 جايه ب 220 دولار، يعني وتقريبا سعره في مصر لو نزل مش هيقل عن 8000 جنيه. فالعلبه جايه فيها الموبايل وراس الشاحن ال 33 واط، وكابل اليو اس بي تايب سي، وجراب للظهر، ودبوس معدني، وكتيب التعليمات، وهتلاقي فيه سكرينه محطوطه على الموبايل او ملزوق على الموبايل. بالنسبه للعيوب بقى، ايه هي العيوب؟ اول حاجه عندي مفهوش سماعات ستيريو، بالرغم ان النسخه اللي قبل كده اللي هو الريدمي نوت 11 كان فيه سماعات ستيريو. عندي الحواف بتاعت الشاشه نوعا ما كبيره شويه، عندي فيه شريحتين وتقدر تركب كارت ميموري، بس للاسف لازم تشيل الشريحه الثانيه. عندي الكاميرات ما بتقدمش الاداء الافضل، هي كويسه نوعا ما بس ما بتقدمش الاداء الافضل، وبرضه ما بتصورش معايا 4K. عندي الموبايل مفهوش ال NFC، ونظام التشغيل مش احدث حاجه. طب الموبايل كله عيوب مفيش مميزات؟ لا اكيد فيه مميزات. اول ميزه انه بيدعم شبكات الجيل الخامس. الموبايل عندي جايب بمعالج كويس جدا في السعر ده. عندي شاشه اموليد ممتازه مع معدل تحديث 120 هرتز. عندي في اي ار. عندي البطاريه كويسه جدا مع شحن ال 33 واط. كده خلصنا الفيديو، نتمنى ان يكون قلنا كل حاجه عن الموبايل وادق التفاصيل، ونتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم فيديو جديد، سلام عليكم.